الرسام الموهوب. أصيب سليم بحمى في ثغرة فقد على إثارها حاسة السمع، لكنه ولد مرهف الإحساس الدقيق الملاحظة. كان يمضي أوقات فراغه دائما في الرسم، رغم أن والدي اعتبروا هوايته هذه مضيعة للوقت. صادف أن مرض والد سليم مرضا شديدا، وجاء طبيب القرية لمعاينته، فتناول سليم قلمه وراح يرسم هذا المشهد. ثم تقدم من الطبيب وناوله الرسم مخاطبا إياه بلغة الإشارة. لم يفهم الطبيب، فشرح له الوالد قائلا: إنه يشكرك على تنقلك إلى هنا لمعالجتي. اندهش الطبيب لنباهة سليم ولروعة الرسم الذي أنجزه في وقت قصير، فقال لوالد سليم: يجب أن تعتني به، فهو يمتلك موهبة نادرة ولعله يصير فنانا مشهورا. وعندما هب الأب بدفع مستحقاته لم يقبلها قائلا: إن الهدية التي قدمت لي تغنيني عن أجرتي. كان لهذا حادثة أثر كبير في حياة سليم، فلقد قرر والده تشجيعه على تحقيق حلمه حتى تكمن من التحاق بمعهد الفنون الجميلة. شكرا، بارك الله فيك. الرسام الموهوب. أصيب سليم بحمى في صغره، فقد على إثرها حاسة السمع، لكنه ولد مرهف الإحساس دقيق الملاحظة. كان يمضي أوقات فراغه دائما في الرسم، رغم أن والديه اعتبرا هوايته هذه مضيعة للوقت. صادف أن مرض والد سليم مرضا شديدا، وجاء طبيب القرية لمعاينته، فتناول سليم قلمه وراح يرسم هذا المشهد. ثم تقدم من الطبيب وناوله الرسم مخاطبا إياه بلغة الإشارة. لم يفهم الطبيب، فشرح له الوالد قائلا: إنه يشكرك على تنقلك إلى هنا لمعالجتي. اندهش الطبيب للنباهة ولروعة الرسم الذي أنجزه في وقت قصير، فقال لوالد سليم: يجب أن تعتني به، فهو يمتلك موهبة نادرة ولعله يصير فنانا مشهورا. وعندما هم الأب بدفع مستحقاته لم يقبلها قائلا: إن الهدية التي قدمت لي تغنيني عن أجرتي. كان لهذه الحادثة أثر كبير في حياة سليم، فلقد قرر والده تشجيعه على تحقيق حلمه حتى تمكن من الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة. نقرأ الآخر مرة. الرسام الموهوب. أصيب سليم بحمى في صغره، فقد على إثرها حاسة السمع، لكنه ولد مرهف الإحساس دقيق الملاحظة. كان يمضي أوقات فراغه دائما في الرسم، رغم أن والديه اعتبرا هوايته هذه مضيعة للوقت. صادف أن مرض والد سليم مرضا شديدا، وجاء طبيب القرية لمعاينته،
فتناول سليم قلمه وراح يرسم هذا المشهد، ثم تقدم من الطبيب وناوله الرسم مخاطبا إياه بلغة الإشارة. لم يفهم الطبيب، فشرح له الوالد قائلا: إنه يشكرك على تنقلك إلى هنا لمعالجتي. اندهش الطبيب لنباهة سليم ولروعة الرسم الذي أنجزه في وقت قصير، فقال لوالد سليم: يجب أن تعتني به، فهو يمتلك موهبة نادرة ولعله يصير فنانا مشهورا. وعندما هم الأب بدفع مستحقاته لم يقبلها قائلا: إن الهدية التي قدمت لي تغنيني عن أجرتي. كان لهذه الحادثة أثر كبير في حياة سليم، فلقد قرر والده تشجيعه على تحقيق حلمه، حتى تمكن من الالتحاق بمعهد فلون الجميلة.